25 نقطة رجعوا فريق أخناتون في المباراة. الفرق 20 نقطة يعني فرق سؤال، فلسه المباراة في الملعب. إجابة صحيحة. احنا فرقنا عمل اللي عليه، صارت ضربات الجزاء مش معناها ان احنا خسرنا الماتش، وان شاء الله نقدر نعوض في عجلة الحظ. انا سعيد اني حاولت ارجع فريقي للمنافسه، لكن للاسف الحظ ما ساعدناش، ولكن احنا لسه متقدمين وان شاء الله نكسب في عجلة الحظ. انا طبعا حزين اني ما قدرتش اتعادل واكون السبب في ان فريقي يكسب ال 25 نقطه، لكن ان شاء الله نعوض في عجلة الحظ. هي مباراه صعبه ومتكافئه، وأكيد الاثنين نفسهم في الثلاث نقاط.